متسربين من التعليم في محافظة قنا. وفي محافظة كفر الشيخ مؤتمر لحزب الوسط بعنوان الرؤية السياسية لمستقبل مصر. في العين السخنة عمال إنشاءات محطة كهرباء العين السخنة يغلقون المحطة للمطالبة بالتعيين. بالطبع سنتابع هذه الأخبار بتفاصيل أكثر خلال جولتي محافظات، الأولى بعد موجز الثالثة والثانية بعد موجز السابعة مساء. أما من أهم الأخبار والتصريحات في الساعات الماضية، فالبداية كانت مع تأكيدات الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبد العظيم للجزيرة مباشر مصر أن الصكوك وسيلة استثمار جديدة تتوافق مع الشريعة الإسلامية. وتوقع عبد العظيم أن تجذب الصكوك استثمارات عربية وإسلامية خارجية بما يتراوح ما بين 10 مليارات إلى 22 مليار دولار. وأيضا ما ذكره الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية في مجلس الشورى خلال مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وما أشار إليه من تأكيدات أن الجمعيات الأهلية وفق هذا المشروع ستنشأ بموجب الإخطار ولا يجوز حلها إلا بحكم قضائي وتكون تابعة للجهاز المركزي للمحاسبات. وأيضا معنا تأكيدات اللواء حمدي الجزار مدير أمن البحر الأحمر، تأكيداته بانتظام العمل في جميع أقسام المحافظة، وأنه عقد اجتماعا موسعا لبحث مشكلات الضباط والأمناء والأفراد وسبل حلها. الوضع الأمني في مديرية أمن البحر الأحمر وضع مطمئن تماما. جميع القوات من الأفراد والجنود والضباط مقدرين أهمية محافظة البحر الأحمر بالنسبة لنا في السياحة، وكل على وعي كامل وثقافة عالية جدا، وكل ملتزم في أداء خدماته والظهور في الشارع بالصورة المشرفة والتواجد الأمني بصفة مستمرة، وكل تكاتف وكل واقف واتعمل تمركزات في مدينة البحر في مدينة الغردقة، وكانت التمركزات دي لها مردود إيجابي في نفوس المواطنين جميعا، وكل أشادوا بيها وقعدوا يتصلوا بينا ويشكروا بينا على المجهود اللي مبذول فيها، ودي كانت سابقة موجودة في مدينة الغردقة كان لها الاثر الطيب في نفوس المواطنين. وافراد الامن اللي عملت معاهم اجتماع، وكان كل مطالبهم متعلقه بالاهتمام بالاستراحات بتاعتهم وبوسيله العلاج بتاعهم والتامين عليهم، وكانت كلها مطالب خاصه بيهم هم، وتم وعدهم بان المطالب دي باذن الله. كانت هذه أهم الأخبار وأبرز الأحداث المتوقعة اليوم، والآن يواصل معكم الزميل محمد موافي هذا العرض الإخباري. شكرا دينا. مشاهدينا نتابع بتفاصيل أكبر بعض هذه الأخبار. كما قال دينا إن من بين الأخبار المتوقعة في المحافظات اليوم كانت محافظة بني سويف، حيث محافظ بني سويف ورئيس الجامعة هناك يفتتحان مؤتمرا للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بمشاركة الدكتور عبد الله المصلح أمين الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم بمكة المكرمة. من بني سويف معي الصحفي محمد خلف. محمد، يعني كيف ستكون فعاليات هذا البرنامج؟ نعم، اليوم يتم افتتاح مؤتمر يحضره محافظ بني سويف المستشار ماهر بيبرس ورئيس جامعة بني سويف الدكتور أمين لطفي. هذا مؤتمر عن الإعجاز العلمي للقرآن الكريم يحضره الدكتور عبد الله المصلح الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم بمكة المكرمة، كما دعيت إليه شخصيات عالمية مهتمة بهذا المجال. كانت إدارة جامعة بني سويف في واقع الأمر قد التفتت إلى أهمية هذا الموضوع منذ فترة طويلة. نظمت مؤتمرا العام الماضي حول الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. قرر رئيس الجامعة آنذاك إنشاء مركز للبحث الإعجاز العلمي للقرآن الكريم بالجامعة. يبدو أن هذه الزيارة هي أولى هذه الخطوات في هذا السبيل، حيث تقرر تخصيص مبلغ مالي لهذا الموضوع يتم إنشاء مركز لبحث الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في جامعة بني سويف. تقدم اليوم في هذا المؤتمر العديد من الأبحاث والدراسات الخاصة بالإعجاز العلمي، وسيلتقي رئيس الجامعة والمحافظ والدكتور عبد الله المصلح لأجل هذا الهدف، هدف إنشاء مركز الإعجاز العلمي بجامعة بني سويف. نعم، يعني هذا المركز مركز متخصص لدراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم سينشأ أم سيفتتح اليوم في بني سويف؟ لا، لن يفتتح اليوم، هي أولى خطوات تحضيرية. هذا المؤتمر ما زلنا على الطريق.
نعم نعم خطوة على طريق إنشاء هذا المركز. طيب يعني تمويل هذا المشروع هل عرفت مثلا التمويل على محافظة بني سويف على الدولة هنا أم على المؤسسة الهيئة العامة الهيئة العالمية للحفاظ؟ نعم سوف تساهم الهيئة العالمية للإعجاز العلمي للقرآن الكريم بنسبة يسيرة، ولكن التمويل الأكبر سيكون على عتق أو على عتق جامعة بني سويف التي ستتولى هذا الأمر. إدارة الجامعة في واقع الأمر طوال العام الماضي في اجتماعاتها أكثر من مرة اهتمامها بهذا الأمر وأنها رصدت له الموازنات اللازمة. إذا المشكلة حتى أن المباني قد تم تخصيصها، المشكلة إذا هي مجرد اتخاذ الخطوات الإنشائية. هذا المؤتمر هو السبيل أو وضع اللجنة الأولى لإنشاء هذا المركز بجامعة بني سويف. نعم شكرا جزيلا للصحفي محمد خلف حيث تحدث إلينا عن بدء مؤتمر الإعجاز العلمي في القرآن الكريم المقام أو الذي سوف ينعقد في جامعة بني سويف بمشاركة الهيئة العالمية للإعجاز العلمي للقرآن الكريم بمكة المكرمة. ولا عجب، فهذا كتاب لا تنقضي عجائبه. أيضا اليوم بدء فعاليات برنامج إشراق لرعاية المتسربين من التعليم في محافظة قنا. هذا البرنامج بمشاركة من الأجهزة التنفيذية وجمعية إشراقة، حيث سيتم تجميع المتسربين من التعليم وتدريس مواد المرحلة الابتدائية لهم. معي من قنا الصحفية هيام الوكيل. هيام، ماذا لدينا؟ صباح الخير زميل محمد. صباح الخير زميلة دينا، وتبقى التحية الأشمل والأعمى دوما لمشاهدينا. صباح الخير. بالفعل هذا هو البرنامج الذي يقدم اليوم بنادي المعلمين خلال فعاليات هذا المؤتمر، أو ربما يكون يعني هذه الفعاليات تكون هذه الفعاليات بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة قنا على رأسها اللواء عادل لبيب. تتبنى هذه الفكرة جمعية إشراقة لتنفيذ هذا المشروع، والذي يهدف إلى تجميع عدد كبير من الذين تسربوا من المراحل التعليمية المختلفة وخاصة المرحلة الابتدائية وهم غير حاصلين على أي من الشهادات، وبالتالي يتم تدريس المناهج التعليم الأساسي والابتدائي لهؤلاء من خلال تحديد أماكن لهم وفصول يتم تحديدها من قبل هذه الجمعية التي تهدف دائما إلى تطوير المجتمع القنائي من خلال عدة برامج تقوم بها داخل المحافظة بالتعاون وبروتوكول مع محافظة قنا. وبالفعل اليوم ستكون بدء فعاليات هذا البرنامج بحضور عدد كبير من المحافظة. نعم نعم هيام، يعني أكيد سنتابع معك فعاليات هذا البرنامج، لكن اليوم أو صباح هذا اليوم هنا في القاهرة درجة الحرارة تبدو مرتفعة، ويبدو اليوم يعني مرشح أيضا لمزيد من ارتفاع درجات الحرارة. كيف تبدو إذن يعني الدنيا والطقس في قنا، حيث يعني قنا معروفة دائما بدرجة الحرارة المرتفعة في أقصى صعيد مصر؟ يبدو أننا فقدت الاتصال بهيام الوكيل وإلى كفر الشيخ، حيث حزب الوسط هناك يعقد مؤتمرا بنادي كفر الشيخ الرياضي تحت عنوان الرؤية السياسية لمستقبل مصر، وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب في القاهرة. من كفر الشيخ معي الصحفي أحمد عشري. أحمد، يعني ماذا لديك؟ المنظم حزب الوسط اليوم بنادي كفر الشيخ الرياضي مؤتمرا عن الرؤية السياسية الرؤية السياسية للوضع السياسي والمستقبل، الرؤية السياسية لمستقبل مصر في ظل الأوضاع الحالية. يحضره ثلاثة من قيادات الحزب، هم الدكتور عصام شدل عضو مجلس الشورى وعضو الهيئة العليا، والدكتور فارق قريطب عضو مجلس الشورى أيضا وعضو الهيئة العليا، والدكتورة إيمان قنديل عضو مجلس الشورى وعضو الهيئة العليا، ويقول الدكتور يوسف العبد أمين الحزب بمدينة كفر الشيخ ومسؤول العلاقات العامة
إن المؤتمر يحضره أيضا عدد من أمناء الأحزاب المختلفة، وتم توجيه دعوة لعدد من الشخصيات العامة، ويهدف إلى إعطاء صورة عن الحزب وإنجازاته وإسهاماته في مجلس الشورى ودوره في الحوار والتوافق الوطني، ولماذا شارك الحزب في انتخابات النواب القادمة. إذن هي خطوة على طريق الحملة الانتخابية تحسبا للانتخابات القادمة التي لا يعرف موعدها بعد. ربما يكون هذا هو الهدف الأساسي من عقد الملتقى الأول لحزب الوسط تحت هذا المسمى. نعم، شكرا جزيلا لأحمد عشري حيث حدثنا من كفر الشيخ عن مؤتمر يعني سوف يعقده حزب الوسط هناك. إلى العين السخنة، هناك أغلق عمال إنشاءات محطة كهرباء السخنة أبوابها للمطالبة بالتعيين بدلا من عمال تم تعيينهم من خارج السويس. أكد العمال أنهم فضوا الاعتصام قبل ذلك بناء على وعد بتنفيذ مطالبهم. معي من السويس الصحفي كريم عبد المعين. كريم، يعني القصة كان هناك اعتصام ثم علق ثم عادوا إلى الاعتصام، ما التفاصيل؟ نعم، ليس اعتصام واحد فقط، ولكن كانت عدة اعتصامات أمام أبواب محطة الكهرباء. هؤلاء العمال من أبناء محافظة السويس قاموا بإنشاء محطة كهرباء السخنة على مدار سنوات طويلة، كانوا تابعين أيضا لشركات إنشاء ومقاولات خاصة، كانوا يأملون أن يتم تعيينهم في المحطة، خاصة وأن كانت هناك معلومات من مسؤولي وزارة الكهرباء بأنه سوف يتم الاعتماد عليهم خلال الفترات القادمة نظرا لدراياتهم الكاملة بأسلوب تشغيل المحطة التي قاموا بإنشائها. العمال فوجئوا خلال الفترات الماضية بتعيين عمالة من خارج أبناء السويس، عندما تحدثوا مع مسؤولي وزارة الكهرباء لم يكن هناك أي تبرير مقنع بالنسبة لهم من حيث تعيين عمالة من خارج أبناء المحافظة، وهو ما أثار حفيظتهم. الكل يعلم أن نسبة البطالة في السويس مرتفعة بشكل كبير على الرغم من وجود. طب كريم، يعني هل بالفعل تأكد أنهم أخذوا وعودا محددة؟ يعني ما هي تلك الوعود وممن أخذوها؟ نعم، هم أخذوا وعودا من مسؤولي وزارة الكهرباء، بالإضافة أيضا إلى وعود صريحة من الوزير محمود بلبع وزير الكهرباء السابق والمهندس أحمد إمام وزير الكهرباء الحالي الأسبوع الماضي، عندما تظاهر هؤلاء الشباب أمام أبواب المحطة، تدخل اللواء أسامة رشدي عسكر قائد الجيش الثالث الميداني وقدم وعدا صريحا بأن يتم تعيين 200 عامل هم من أبناء محافظة السويس في محطة الكهرباء التي تستوعب الآلاف من العاملين. فوجئوا برفض جديد من مسؤولي وزارة الكهرباء تعيينهم، الأمر الذي دعاهم إلى القيام هذه اللحظة بقطع الطريق المؤدي إلى محطة الكهرباء، بالإضافة أيضا إلى تواجد مكثف لقوات الجيش الثالث الميداني في محيط بالطبع. المنطقة. شكرا جزيلا للصحفي كريم عبد المعين متحدثا إلينا من السويس. مشاهدينا، يعني كما بدأنا في بداية هذه الجولة، يبدو أن الطقس اليوم ساخن أو تميل درجات الحرارة للارتفاع، ربما أيضا هذا من عادات مصر لأن بعض الزرع لا يطيب إلا بهذا الارتفاع في درجة الحرارة. يعني يقولون في أمشير الصغير يحصل الكبير استعدادا لبرمهات اطلع الغيط وهات. إذن أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن عددا من المحافظات المصرية سيتعرض لموجة من الرياح المثيرة للأتربة والرمال قد تؤثر في حركة الملاحة. معي على الهاتف الدكتور علي قطبة المتحدث باسم هيئة الأرصاد. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا أستاذ موافي. دكتور، يعني هل هذا طبيعي أن ترتفع فجأة درجات الحرارة؟ منذ 3 أيام كانت درجة الحرارة منخفضة، اليوم الجو حر وأيضا مرشح لإثارة الرمال والأتربة.
بالفعل احنا في هذه الفترة من كل عام بنتعرض لبعض الموجات اللي بترتفع فيها درجات الحرارة، ربما احنا كنا تعودنا عليها انها تكون في الربيع، لكن من الطبيعي ومن الممكن ان تحدث قبل وصول الربيع. جغرافيا احنا لسه ما زلنا في الشتاء، وبالامس ارتفعت درجة الحرارة وسجلت 31 درجة على القاهرة العاصمة دي العظمى، ولكن اليوم ستوالي الحرارة ارتفاعها على انحاء البلاد كافة، ويصاحبها نشاط للرياح. بالفعل وانا بكلم حضرتك دلوقتي سرعة الرياح على مدينة مطروح 30 عقدة اي ما يعادل 60 كيلومتر بالساعة، والرؤية الافقية منخفضة الى 1 كيلو بسبب الرمال والاتربة، وهذا له تأثير على مدى الرؤية الافقية وعلى الملاحة البحرية. البحر المتوسط سيضطرب بارتفاعات كبيرة اليوم، خاصة امام سواحل غرب الاسكندرية حتى السلوم بتقل حدتها في فترات الليل. الطبيعي ان هذه الذروة من الاتربة ستصل القاهرة بين الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الرابعة عصرا، ستتدهور مع الرؤية الافقية على الطرق وخاصة الطرق الصحراوية من القاهرة وحتى السواحل الشمالية، وكذلك من القاهرة الى السيوم واسيوط. هذا سوف يؤدي الى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة، وان خفت حدتها غدا الاربعاء تنخفض الى 30، ثم تعاود الخميس والجمعة 36 درجة مئوية وعاصفة ترابية تؤثر على كل الطرق الشمالية حتى القاهرة. يا دكتور يا دكتور يعني دكتور لا لا واحدة 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 على هذه العواصف، دعنا يعني اريد ان افهم، ربما لست وليس كثير ايضا من السادة المشاهدين متخصصين في هذه الأمور، لكن ماذا يعني أن سرعة الرياح المسجلة لديك الآن في مطروح 60 عقدة؟ يعني 30 عقدة أي 30 يعادل 60 كيلومتر في الساعة. الطبيعي يعني السرعة كم عقدة؟ ممكن تبقى 5 عقدة و7 عقدة و10 عقدة أي ما يعادل من 20 كيلومتر في الساعة أقصى حاجة ليها، لكن توصل ل 60 كيلومتر في الساعة فهذه سرعة رياح عالية جدا وعاتية تؤثر على كل ما هو أمامها. دكتور المواطن يعني بمجرد أن يشعر، كثير منا بمجرد أن يشعر بهذا الارتفاع في درجات الحرارة يتخيل أن خلاص يعني الدنيا ربيع والجو بديع والشتاء ولا وراح. هل سنرى انخفاضا آخر في درجات الحرارة في الأيام المقبلة مفاجئ؟ أنا هدي لقناة الجزيرة تصريح خاص ليها، لأنه قناة لها مش عدد من المشاهدين كبير جدا على مستوى العالم العربي، وبالتالي ستنخفض درجة الحرارة يوم السبت ما يقرب من 15 درجة مئوية يشعر بها كافة المواطنين، ولذلك النصيحة بعدم رفع الملابس الشتوية وإخراج الملابس الصيفية. لا معلش يا دكتور، تكرار النصيحة واجب. النصيحة مرة ثانية كل السادة المشاهدين بعدم إدخال الملابس الشتوية وإخراج الملابس الصيفية، لأنه يوم السبت والأحد ستنخفض درجة الحرارة بشكل كبير تصل إلى 15 درجة مئوية، سأصدر بها بيان باكر إن شاء الله إلى كافة وسائل الإعلام. دكتور علي قطب أشكرك شكرا جزيلا على هذه التفصيلات والتوضيحات والتبسيطات التي أوقفتنا بها على حال درجات الحرارة والطقس. درجات الحرارة اليوم مرتفعة ومرشحة للارتفاع أكثر، وأيضا هناك رمال وأتربة مثارة، وبدأت سرعة الرياح في مطروح 30 عقدة أي ما يعادل 60 كيلو متر. أيضاً هذا حصري للجزيرة مباشر مصر، يعني كنا نود أن نقول خبراً يعني أقل برودة، لكن هذه هي الحقيقة. هذا حصري لنا يوم السبت القادم، السبت والأحد سوف تنخفض درجات الحرارة 15 درجة، إذن من الصيف أو من الربيع سنعود ثانية إلى الشتاء، فخذوا حذركم وثقلوا ملابسكم. عفوا مشاهدينا، يبدو أن البرد بدأ معي أنا. كان من المفترض أن تبدأ الدراسة في مدارس محافظة بورسعيد الأسبوع الماضي، لكن نسب الإقبال كانت ضعيفة للغاية. إحدى المدارس الابتدائية ذهب تلميذان فقط، تلميذان
من أصل نحو 1000 تلميذ بسبب الأحداث الأمنية بالطبع التي شهدتها المحافظة منذ الإعلان عن أحكام أحداث بورسعيد في 26 من يناير الماضي. اليوم ومن المنتظر أن تعود الدراسة إلى طبيعتها. كاميرا الجزيرة مباشر مصر تحاول أن ترصد الموقف على الطبيعة هناك. سالم المحروقي، إليك سالم. نعم محمد، مشاهدينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من المدينة الباسلة من بورسعيد، ونحن الآن في مدرسة تبييس الابتدائية لنرصد عملية انتظام الدراسة والتي غابت عن بورسعيد لمدة شهرين تقريبا. كان هناك اتفاق بين قائد قوات الجيش الميداني ومحافظ بورسعيد ومدير أمن بورسعيد على استئناف الدراسة اليوم بجميع مدارس بورسعيد، إلا أنه على أرض الواقع يعني هناك شبه غياب كامل لتلاميذ المدارس، وربما لازالت هناك حالة من التخوف بين أولياء الأمور نتيجة للغياب الأمني المسيطر على شوارع بورسعيد حتى الآن. هذه المدرسة التي نتواجد فيها الآن بها أكبر كثافة سكانية على مستوى مدارس بورسعيد، حيث يبلغ عدد التلاميذ نحو 1670 تلميذا، لم يحضر منهم حتى الآن سوى 5 تلاميذ فقط، ويعني هناك شبه غياب كامل للتلاميذ، ولكن المدرسين أو المدرسون يحضرون في أماكنهم منذ الصباح الباكر، ولكن لا حضور للتلاميذ. معنا في هذه الأثناء الأستاذ أحمد عرابي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد. أهلا بك أستاذ أحمد معنا. أهلا وسهلا. يعني كان هناك اتفاق مع قائد قوات الجيش الميداني ومحافظ بورسعيد ومدير أمن بورسعيد على استئناف الدراسة اليوم، وأعلنتم في عدة جهات على استئناف الدراسة، ولكن على أرض الواقع لا يوجد تلاميذ. تفسيرك إيه يا فندم اللي حصل دلوقتي؟ لغاية دلوقتي أنا مش فاهم، بعد اللي احنا قلناه امبارح في القنوات وفي وسائل الإعلام، ليه أولياء الأمور ما جابوش أولادهم؟ ولكن أنا شايف إن فيه تلات أولاد وصلوا، التلاتة دول كل واحد يقعد في فصله، الأستاذ هيشرح له الدرس وهيكتب. تلاتة من أصل 1670. ولو اللي هيجي أنا هشرح له الدرس بتاعه على مدار اليوم، هشرح له دروسه على مدار اليوم، والدرس ده هيتصحح وهيتحسب من ضمن المنهج اللي اتشرح. يعني إن شاء الله الأستاذ اللي يشرح درس النهاردة مش هيعيده تاني بكرة إن شاء الله. الدرس أنا بقوله قدام الناس كلها وبقوله. الدرس هتبدأ وتحتسب الغياب من اليوم؟ هبدأ احتسب الغياب من اليوم، لان احنا اعلنا امبارح وقلت كده ان انا احتسب الغياب من اليوم. الاستاذ النهاردة هيشرح للموجودين على مدار اليوم في الجدول الرسمي، وهيدي عمل تحريري، واللي عمل التحريري ده هيتصحح وهيروح لولي الامر اثبات فعلا ان احنا اشتغلنا. والدرس اللي هشرح النهاردة انا مش هشرحه تاني. ولكن يا استاذ احمد، انت مش شايف ان ولي الامر معذور في ظل حالة الغياب الامني شبه الكامل عن بورسعيد، ولازالت هناك حالة من التخوف من ممكن تعرض ابنائهم لاي مكروه مثلا؟ هو كان المفروض ان ولي الامر هيجيب ابنه النهاردة المدرسة، واحنا مسؤولين داخل المدرسة امنيا عن الطالب. داخل المدرسة هنبقى مسؤولين كيف يعني؟ على ارض الواقع ما هي الاستعدادات التي اتخذتموها من اجل يعني وجود حالة من الأمن في المدارس؟ يعني لا أرى أي من قوات الشرطة، أو سواء الشرطة من وزارة الداخلية أو الشرطة العسكرية، يعني ما هي الإجراءات التي اتخذتموها من أجل سيطرة الأمن على المدارس؟ رؤيتي أن مدرسين المدرسة ومدير المدرسة، هيئة المدرسة كلها كاملة تكون مسؤولة عن تأمين الطلاب داخل المدرسة. احنا كلنا أولياء أمور، قبل ما أكون مدرس احنا أولياء أمور، قبل ما نبقى مدرسين. فإدارة المدرسة تبقى مسؤولة، والمدرسين مسؤولين عن تأمين الطلاب داخل المدرسة. هل ستتحملون المسؤولية إذا حدث مكروه لأي تلميذ؟ اللي احنا شايفين إن الجيش بيعمل دوريات ركبة، وفيه خط ساخن مع الجيش في حالة حدوث أي شيء، هيكون فيه اتصال وتواصل مع الجيش، وهيكون فيه نجدة فورية من الجيش. ولكن احنا ما بنبقاش قاعدين في البيت وسايبين المدارس بالشكل ده، فعلشان كده انا هدي قرار. اولا ما حدش هيغادر المدرسه من المدرسين الا في مواعيد العمل الرسميه. الطالب اللي هيجي هيحتسب له يوم دراسي، هيحتسب له الدرس، والدرس مش هيتشرح تاني. يعني اللي كان مجهز درسه النهارده اتشرح، مش هيشرحه تاني. ميجي الطالب
هنبدا نشرح بقى من يوم ما هي ده المدرسه كلها غايبه. يعني انتوا شرحتوا لمين عشان ما تشرحوش الباقيين؟ هشرح النهارده في ثلاثه موجودين النهارده، انا هشرح لهم ثلاثه من 1670. ولو انا عايز ولي الامر يطمن لما يجيب ابنه المدرسه ويدخل مدرسه، وانا اديت تعليمات ان التلامذه مش هيخرجوا من المدارس الا مع خروج اولياء الامور من مصالح الحكوميه. يعني كان فيه اقتراح ان الاولاد يخرجوا الساعه 12، لا انا هخرجهم الساعه 1 بحيث ولي الامر هو خارج من المصلحه الحكوميه اللي بيشتغل فيها ياخد ابنه وهو مروح، يبقى هيجيبه المدرسه وهو رايح الشغل، وهيجي وهو ميعاد مروح هياخد ابنه تاني من المدرسه. يبقى احنا كده بقى في امان في الشارع، ولي الامر هيبقى معاه ابنه سواء في الاياب او العوده، وبعدين نبدا نشتغل. انما كده بالشكل ده لازم برضو الناس تعرف ان احنا عايزين نشتغل. استاذ احمد، يعني تاثير غياب الدراسه عن مدارس بورسعيد لمده شهرين كاملين، يعني ازاي هتقدروا تستوعبوا يعني الفتره دي؟ هم ثلاث اسابيع مش شهرين، ثلاث اسابيع بس. يعني التخلف في الترم الثاني كان ثلاث اسابيع، وان شاء الله برضو احنا هنحاول باي شكل مع الموجهين العموم واجتماع مع مديرين المدارس. هل سيتم ضغط المناهج؟ هل سيتم الغاء حصص الانشطه؟ احنا هنحاول نضغط شويه نعوض من حصص الانشطه، نحاول الحصه الماده النشاط اللي بتاخد حصتين في الاسبوع هنحاول نضغطها تبقى حصه واحده بس، او نجمع الاولاد في الانشطه. مثلا في مثلا نشاط زي المجال الزراعي، من كل فصل بيبقى فيه حوالي 5 أو 6 أو 7 أو 8 اجمعهم من فصول واضمهم لبعض بحيث ان انا اوفر حصص للمواد الاساسيه. المفروض فيها فندم في امتحان الترم قريب، يعني كيف سيجتاز التلاميذ هذا الامتحان وهم يعني لم يدرسون شيء في الترم الثاني تقريبا؟ هو الميد ترم هيبقى على حسب الجزء اللي هم اخذوه من المنهج. لو درسنا اسبوعين الامتحان هيبقى في خلال الاسبوعين. ثلاث اسابيع هيبقى الامتحان برضه جاي في المواد اللي درسوها في ثلاث اسابيع. يعني مش هنديهم امتحان في المواد اكتر، يعني في موضوعات اللي درسوا فيها بس هنعمل لهم فيها امتحان. لكن لا نية اطلاقا لحذف اي اجزاء من المنهج؟ لا، مفيش نية لاي حذف ان شاء الله. عندنا عدد المدارس بورسعيد قد ايه يا استاذ احمد؟ 386 مدرسة. 386 في مراحل التعليم المختلفة؟ المراحل المختلفة يعتبر 220 مبنى، ولكن كمدرسة من جميع المراحل 386. هل لديك احصاء بالموقف على ارض الواقع الان؟ يعني كم مدرسه اشتغلت؟ كثافه الحضور قد ايه في بعض المدارس؟ هل هناك يعني هل الوضع الان الذي نشاهده في هذه المدرسه مختلف في بقيه المدارس الاخرى؟ هو ديت اول مدرسه ازورها النهارده، ولكن هلف حوالي مش اقل من 20 مدرسه ان شاء الله النهارده، وهتابع الموقف في حوالي 20 مدرسه، وبرضه التعليمات اللي انا قلتها هنا هقولها في جميع المدارس اللي هزورها النهارده ان شاء الله. ولكن يعني الرساله لاولياء الامور، انتم تتحملون مسؤوليه تامين التلاميذ. يعني هو لغايه ما يجيب ابنه المدرسه هيبقى هو في ايده، ابنه معاه في ايده وداخل المدرسه. اتكلم بعد دخول التلميذ المدرسه، المسؤوليه كامله تلقى على عاتق المدرسه؟ على اداره المدرسه، لان يعني جميع الاساتذه اللي انا شايفهم قدامي مش هيأثروا في حمايه ابنائنا في المدرسه. زائد ان فيه خط ساخن مع الجيش، وقت ما هطلبه هيجوا لي فورا نجدة من الجيش، هتجيل على طول، فبالتالي مفيش داعي للتخوف. يعني الطالب هيبقى مع ولي الامر لغايه ما يجيبه مدرسه، وهو خارج برضو من الشغل هياخد ابنه معاه من المدرسه، يبقى اصبح كده برضو في امان، مش هخرجه قبل ما يجي ولي الامر. يعني خليني اقول لحضرتك يعني بعض الكلام اللي الناس بتقوله، بعض اولياء الامور يخافون من عمليات خطف وفديه وغيره. يعني احنا برضو يعني مش هنبقى قاعدين بقى في البيت، ما الولاد بيخرجوا ويروحوا مجموعات مدرسيه اخر النهار، وبيروحوا دروس خصوصيه. لونا امن، لونا امن لابنه في المدرسه ولا خارج المدرسه في الدروس الخصوصيه؟ الامن يجيب ابنه معاه المدرسه، يجيب مدرسه وهو رايح شغله، يجيبه المدرسه ويبقى هيبقى في امان في داخل المدرسه. على الاقل هنا كل واحد مسؤول مسؤوليه كامله عن الطلاب اللي معاه. وبعدين الطالب هو خارج، يكون المدرس او ولي امره خرج من الشغل يعدي عليه ياخده هو ماشي. شكرا جزيلا، وننتقل الى احد الفصول بهذه المدرسه، يتواجد فيها يعني او تتواجد فيها تلميذه واحده معنا الاستاذ، او تلميذتان. نعم، استاذ محسن الشرقاوي مدير المدرسه، اهلا بك معنا. اهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير. قول لي التلميذتين دول بس اللي حضروا النهارده؟ هو ان شاء الله باذن الله
احنا عاوز اقول كلمة ان انا اطمن اهل بورسعيد الكرام ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله الامن عدل بورسعيد وفي امان، وان اولياء الامور يطمنوا على اولادهم، وان احنا في المدرسة يوميا يوم كامل من الساعة 7 صباحا ان شاء الله باذن الله لحد الساعة الثانية بعد الظهر ان شاء الله باذن الله، والمدرسين موجودين وادنواتها موجودة والمدرسة مفتوحة وبتستقبل التلاميذ واولياء الامور كمان ان شاء الله باذن الله، واحنا على اتم استعداد عاوزين نبدا الدراسة ان شاء الله باذن الله عشان نبدا امتحاناتنا في مواعيدنا، لان مفيش حاجة في المناهج هتتحذف او هتشال، احنا هنبدا الدراسة بتاعتنا ان شاء الله باذن الله، واتعشم من الله سبحانه وتعالى ان غدا ان شاء الله باذن الله هتلاقي المدرسة مليانة من التلاميذ ان شاء الله باذن الله. يعني انتوا نفسكم مش متخوفين من تحمل مسؤولية تأمين التلاميذ في ظل حالة الانفلات الامني التي لا تزال متواجدة في بورسعيد؟ لا لا لا، احنا المدرسة هنا معروفة بالامن والامان ان شاء الله باذن الله، احنا الاولاد بيدخلوا بنأمن ابواب المدرسة، في عنده عمال قاعدين على الابواب، حتى ولي الامر اللي بيدخل يطلب ابنه لحالة طارئة بناخد بطاقته ورقمها ونتأكد ان ده ولي الامر وبنسجله وبيكتب الاذن وبياخد ابنه، ما عندناش اي حد غريب يخش المدرسة مهما كان الا ابراز تحقيق الشخصية بتاعته ان شاء الله باذن الله، يعني الامان احسن من البيت والشارع عندنا في المدرسة ان شاء الله باذن الله. بتطمن الناس بتقول لهم هاتوا ولادكم المدرسة وهم في مسؤوليتنا، هم أولياء الأمور عارفين الأمان في مدرسة التنس عامل إزاي، هم بيعترفوا ذات نفسهم إن المدرسة أمن وأمان عندنا خير من الشارع برا وأحسن من البيت كمان. يا أستاذ محسن، عدم إقبال التلاميذ اليوم على المدرسة، إن أغلبهم أو أغلب أولياء الأمور يعني ما زالوا لا يعرفون قرار عودة المدارس مرة أخرى، أو إحنا لسه في نص الأسبوع، فممكن من مع بداية الأسبوع القادم إن شاء الله عمليات دراسية تنتظم ويعود التلاميذ مرة أخرى إلى مدارسهم؟ بالفعل ان شاء الله باذن الله غدا بكر هيبدا اولياء الامور يبعثوا تلاميذهم ان شاء الله باذن الله هيجوا، والمدرسه هتشتغل من بكره ان شاء الله، احنا هنشتغل النهارده بنشتغل مع الاولاد دي، والمدرسين موجود يوم دراسي كامل لحد الساعه 2 ان شاء الله باذن الله، وان العمليات التعليميه ماشيه كما كانت قبل الاحداث، وبحب اقول وبطمن ان اولياء الامور ان شاء الله باذن الله يبعثوا الاولاد ما يخافوش ويجيبوهم ويحضروا معاهم كمان لو عاوزين يحضروا ان شاء الله، ويحضروا طابور الصباح معانا ان شاء الله باذن الله، واحنا مش هنخرج اي تلميذ خارج المدرسه الا اذا كان ولي امره موجود ان شاء الله باذن الله، وولي الامر لو مش موجود احنا بنحتفظ بالتلميذ داخل المدرسه لحد ما يجي ولي امر ياخده ان شاء الله باذن الله. واحب اقول كمان ان عدم حضور التلاميذ ان القرار جاء مفاجئ، القرار عودة الدراسة مفاجئ، أنا فوجئت به لأن الأهالي اعتمد أن طالما يوم الحد يوم الأحد عدى فالأسبوع بيكون انتهى، فعودة الدراسة يوم الثلاث في نص الأسبوع طبعا كان شيء يعني زي ما تقول الأهالي ما تقبلتهوش قوي، إنما إن شاء الله بإذن الله أتوقع أن الأهالي هيبدأوا يستعدوا من بداية الأسبوع لعودة التلاميذ مرة أخرى للمدارس إن شاء الله بإذن الله، هيكون العدد كامل ابتداء من يوم الأحد إن شاء الله بإذن الله، وعودة الدراسة، لأن عاوز أقول حاجة إن الامتحان الميني ترم إن شاء الله بإذن الله هيكون مع بداية أول أربعة إن شاء الله بإذن الله، امتحان نصف الفصل الدراسي الأول اللي هو بيبدأ من الصف الأول. مستعدين يا فندم لتعويض الفترة اللي التلاميذ غابوا فيها؟ إحنا على أتم استعداد، المدرسين محضرين سيادتك، الدروس من أول بداية الدراسة الثاني وهو على أتم استعداد، وإحنا عند المدرسة المدرسة مرافقة كاملة ونظيفة وما فيش حاجة ناقصانا إن شاء الله بإذن الله. ينقصها إلا التلاميذ. التلاميذ فقط إن شاء الله، أتعشم من الله إن غدا باكر يحضر التلاميذ إن شاء الله بإذن الله. يا أستاذ محسن أتعرف عليكي. حبيبتي اسمك إيه؟ مريم محمد علي. سنة كام يا مريم؟ أولى رابع. بتاخدي إيه النهاردة بقى؟ وريني كده في الكتاب بتاعك، بتاخدي درس إيه؟ أسرة سعيدة. قولي بقى الأسرة السعيدة، قولي. أنا باسم، أنا بسمة، أختي بسمة، أخي باسم، أبي ضابط، أمي معلمة، أحب أبي وأمي، أسرة سعيدة، أسرتي سعيدة. رب كل أسر مصر يكون سعيدة يا رب يا بسمة.
انت خايفه وانت موجوده في المدرسه ولا مطمنه وانت موجوده مع الاستاذتك والمدرسين؟ مطمنه على استاذتي والمدرسين. مطمنه على نفسك؟ على نفسك انت؟ اه. بابا جابك النهارده الصبح؟ اه. بابا شغال ايه؟ مدرس هنا. اه عشان كده بقى جابك ومطمن عليك وموجود معاك. اه. لو بابا مش موجود في المدرسه كنت هتيجي؟ نعم. كنت هتيجي برضو مش خايف. وانت اسمك ايه يا عمور؟ منى. منى. سنه اولى يا منى. قولي لي بقى خدتي ايه النهارده؟ انا باسرة سعيدة. برضه اسرة سعيدة؟ قولي لي حاجة تانية غير الاسرة سعيدة. حاجة من اللي خدتيها قبل كده. اول درس. لا اول درس في الترم الثاني. مبسوطة يا منى انك رجعت المدرسة؟ بتحب المدرسة؟ اه. طب فين بقيت اصحابك؟ ليه مش موجودين النهارده؟ عشان خايفين. ها؟ خايفين. خايفين ليه؟ وايه اللي حصل؟ البلد متبهدلة. البلد متبهدلة ليه؟ ايه اللي حصل؟ في ايه؟ انت بتبقى قاعدة في البيت وحاسة ان في مشاكل في الشارع وعارفة ايه اللي بيحصل؟ مش متابعة حاجة. اشكرك كمان. اتعرف عليك يا فندم. ليلى عوض الصواف مدرسه الصف الاول. انت معاكي تلمستين اتنين وشغاله معاهم طبيعي وعادي؟ عادي ما فيش حاجه، وان شاء الله من بكره المجموعه اللي هتيجي هنعادي الجزء اللي احنا شرحناه وهنكمل عادي ما فيش حاجه. بس ما زال اغلب اولياء الامور متخوفين من عوده تلاميذهم مره اخرى للمدرسه في ظل الوضع الامني الموجود. هو ظل اللي هو بس بسبب اللي حصل الناس خايفه ان هي تنزل، بس احنا اللي بيكلمنا بنقول المدرسه امان واحنا قافلين علينا وكويسه والموقع كويس والظروف هتبقى بتبتدي تتصلح ان شاء الله، فبنطمنهم وبيجم بنطمنهم وان شاء الله من بكره الاقبال هيبقى كويس في المدارس ان شاء الله. شكرا. مشاهدينا الكرام، كانت هذه جولة في مدرسة تانيس الابتدائية ببورسعيد، رصدنا خلالها عودة المدارس ببورسعيد اليوم بعد القرار الذي كان قد اتخذ باستئناف الدراسة اليوم، ولكن كما شاهدتم معنا يعني غاب التلاميذ عن هذه المدرسة وربما عن بقية مدارس بورسعيد حتى الآن نظرا لتخوف أولياء الأمور للحالة الأمنية التي لازالت تعيشها بورسعيد. شكرا لكم مشاهدينا، وإليك محمد. إذا مشاهدينا يعني رأينا منا وبسمة، ربما منا وبسمة وأسرة سعيدة، أنا باسم وأنا باسمة أو بسمة كما قالت بسمة تلميذة بورسعيد التي يعني تحدت كل إشاعات عدم الأمن وعدم الأمان ونزلت إلى المدرسة، ربما في هذا فأل خير وإشارة لأن بأن غدا يحمل خيرا كثيرا لمصر ولبور سعيد، ولا عجب أن نجد هاتين التلميذتين في هذا الفصل في بور سعيد فمنذ 9 عقود. يعني قال حافظ إبراهيم شاعر النيل رحمه الله في افتتاح مدرسة بور سعيد أيضا: كم ذا يكابد عاشق ويلاقي في حب مصر كثيرة العشاق، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. لعل حافظ إبراهيم نظر في الوجوه في وجوه البنات اللواتي كن أمامه فرأى بينهن مثل وجه منا وبسمة، فلهن الشكر ولإدارة المدرسة الشكر. رسالة واضحة كما أوضحها سالم المحروقي في بورسعيد أن الدنيا أمان. لكن ماذا عن دنيا المرور في القاهرة الكبرى عموما؟ نتحول الآن إلى غرفة عمليات إدارة المرور بوزارة الداخلية مع هشام محمد الموجود هناك. إليك هشام. مش هينفع يا فندم معلش عشان احنا لايف بس يعني.
خير محمد. مشاهدينا الكرام أسعد الله صباحكم، يعني هذا موعدكم اليومي من داخل الإدارة العامة للمرور للتعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة الكبرى. يعني ما زال هناك العديد من المؤثرات مثل توافد المركبات على محطات الوقود بسبب أزمة نقص السولار، وأيضا يعني ما زال إغلاق بعض الطرق ما زال موجود. يعني المزيد من التفاصيل يسعدنا أن يكون معنا العقيد دكتور أيمن الضبع من الإدارة العامة للمرور. صباح الخير يا فندم. أهلا بك يا أستاذ هشام والسادة المشاهدين، أهلا بحضرتك. يعني في البدايه زي ما تعودنا حضرتك تقول لنا ازاي الحاله المروريه النهارده في شوارع القاهره الكبرى. والله زي ما حضرتك اشرت بالنسبه لاحجام الحركه وفق المعدلات الطبيعيه اللي احنا عارفينها في ساعه الذروه الصباحيه، لكن عندنا بعض المؤثرات بدات عنا مبكرا قليلا. كان عندنا على الطريق الزراعي في مناطق اليو باتجاه الدائري، وده اتجاه بيبقى كثيف الحركه بطبيعته في الفتره الصباحيه. للاسف في حدث مصادمه بين سيارتين، سياره نقل مقطوره وسياره ملاكي، وكان في 2 مصابين الحمد لله تم نقلهم، ولكن عمل كثافات مرتفعه، لكن حاليا بدات احجام الحركه تعود لطبيعتها بعد انتهاء من رفع الحادث. كان عندنا برضو على الطريق الدائري على مناطق ناهيه وتأثير بقى محطات الوقود، للأسف بعض سائقي الميكروباص وبعض المواطنين اللي بيتضرروا من عدم وجود ميكروباص عملوا قطع عرضي في الطريق في هذه المنطقة، لكن احنا في تنسيق يمكن من أول أمس مع الهيئة العامة. كان الساعة كام يا فندم؟ الساعة 5 صباحا على الطريق الدائري في مناطق منهية، كان قطع عرضي في الاتجاهين، توجه رجال المرور سريعا وتم اختار الهيئه العامه للبترول لاستجابه استجابه سريعه، والحمد لله تم دفع بعدد من سيارات الوقود وتم انتهاء من هذا القطع العرضي اللي كان هيعمل مشكله لو كان استمر. فانا بشكر طبعا اهالي نهي على استجابتهم للتفاوض مع رجال المرور وفتح الطريق في هذه المنطقه. كان عندنا من دقائق بقى في مناطق الساحل عند كوبري السماد تحديدا عدد حوالي 150 من سائقي الميكروباص عاملين قطع عرضي حاليا في هذه المنطقة، ولكن بيعملوا فرز بيستوقفوا فقط سيارات الميكروباص عشان ينضموا إليهم للاعتصام. بعض السواقين بينزلوا أي سواق ميكروباص عشان يعمل إضراب معهم؟ أي سيارة للانتظام معهم في الإضراب. رجال المرور متواجدين حاليا وبيحاولوا يستوعبوا الموقف، وأنا عايز أقول إن في تنسيق جيد حاليا بين الإدارة العامة للمرور وبين الهيئة العامة للبترول ووزارة البترول، وبيتم الحقيقة دفع بسيارات الوقود للتموين في المحطات. واحنا يمكن جراء هذا التنسيق اللي كان بين اللواء مصطفى راشد مدير الإدارة العامة للمرور والمهندس شريف عبد الله رئيس الهيئة العامة للبترول، احنا بنستقبل حاليا كل الاتصالات الوارده من المواطنين اللي يشوفوا ان في نقص في كميات الوقود اللي موجوده في بعض محطات تموين الوقود، واحنا بدورنا بننقلها الى الهيئه العامه للبترول اللي بتستجيب استجابه سريعه جدا على 0122 111 4 0. ده خدمه الاغاثه الخاصه بغرفه عمليات الاداره العامه للمرور. احنا بنستقبل هذه التليفونات بصفه مؤقته حاليا للمساعده الهيئه العامه للبترول في هذا الشان، لحين اعتقد النهارده ان شاء الله سيعلن عن خط ساخن من قبل الهيئه العامه للبترول يستقبلوا عليه هذه التليفونات. لكن هذه الفتره هنستقبله على 0122 111 4 0. دي خدمه الاغاثه بتاعه المرور. يعني بالنسبه لقائد المركبات ممكن يكلموا الاداره العامه للمرور ان في تكدس، يعني في ازمه نقص سولار في بنزينه معينه، الاداره العامه للمرور بدورها بتبلغ الجهات المختصه زي الهيئه العامه للبترول او وزاره البترول؟ بالفعل ده اللي بيتم حاليا من الامس، يمكن بناء على هذا التنسيق بنختر الهيئه العامه للبترول، وانا بشكرهم لانهم بيستجيبوا في الواقع، احنا بنتابع هذه الاستجابه وبنرصد النقص وبنتابع استجابه الهيئه العامه للبترول. لو نبتدي بالطرق يا فندم. والله الكثافات الطبيعيه بتاعت ساعه الذروه الصباحيه، يمكن كان عندنا في كوبري النيل بدراوي على كورنيش النيل في مناطق المعادي كان في عمود اناره كانت صدمته سياره للاسف بالامس، يعني واخترنا الجهات المختصه في حينه، لكن لغايه دلوقتي لم تذهب شركه بترول للقيام برفع واداره البترول واداره الكهرباء لرفع هذا العمود الاناره، احنا تم تجنيبه على الجانب، ولكن في خطوره طبعا لانه عمود اناره وفي اسلاك وكده، فعامل تاثير نسبيا في هذه المنطقه لان المشاه بيضطروا ينزلوا على نهر الطريق عند كوبري النيل بدراوي. دي اهم المؤثرات اللي موجوده معانا حاليا. الكثافات بقى الكثافات الطبيعيه، لو شفنا عندنا محور 26 يوليا وقادم من 15 مايو، الكثافات المتحركه الحمد لله ما عندناش توقف فيها، ايضا كوبري 15 مايو في الاتجاهين بعد منطقه مخرج الزمالك بينتظم الحركه بصوره طبيعيه، لكن الكثافات المؤديه الى تباطؤ في الحركه، لكن من كل الصور اللي موجوده مدربه على العدويه، تقاطع الدائري مع المحور، عندنا كوبري اكتوبر، كل هذه المناطق بتسير بكثافات ولكن كثافات متحركه مؤديه الى تباطؤ في الحركه بدون توقف. يعني امتى تنتهي ساعات الذروه الصباحيه النهارده؟ والله على اعتقد على 9:30 بتبدا الامور
تهدأ قليلا، ولكن ده مش معناه ان احنا زي ما قلنا قبل كده ان النموذج النمطي بتاع التحركات عندنا مش مطابق للنماذج الموجوده في العالم كله. ان احنا عندنا ساعه ذروه صباحيه راش اور بتبقى هيفي راش اور، يعني ساعه ذروه كثيفه صباحا وبعدين بيعقبها انخفاض ملحوظ في احجام الحركه وبعدين بيزيد فتره مسائيه. هذا النموذج مش متحقق عندنا لطبيعه الانشطه عندنا مختلفه نسبيا عن النموذج النمطي للحركه. بالنسبة لمؤثرات الطرق، يعني هل هناك أعمال صيانة أو أي مثلا شبورة في أي منطقة؟ هو مفيش جديد في أعمال الصيانة، أعمال الصيانة اللي موجودة عندنا بحالاتها الطبيعية، لكن عندنا في عمل أعمال صيانة احنا نرغب فيها. عندنا الفواصل المعدنية اللي موجودة على كوبري 15 مايو عند مسرح البالون ليها تأثير كبير. حضرتك كنت بتبلغ كذا مره مع الساده المشاهدين، يعني هل ما فيش اي تواصل من هيئه الطرق والكباري او المختصين ان هم يعملوا، يعني حضرتك قلنا ان احنا ممكن نغلق الطريق، ممكن نغلق الكوبري فتره بحيث ان الفواصل دي يعني تتصلح وبعد كده يرجع تاني الطريق؟ يعني انا مش عارف ايه المبرر لعدم الاصلاح الجذري لهذه المشكله. دي مشكله بيتاثر بيها، لو شفنا كوبري 15 مايو يوميا على امتداد ساعات النهار بيتاثر بهذا الفاصل المعدني. المرور اخطر مديريه الطرق كتير جدا، اختراق كتيره، العلاج بيبقى علاج مؤقت، علاج جزئي، علاج مش جذري، فبالتالي بتتكرر الحاله يعني بصفه دوريه. بالنسبه للضبطيات والحملات المروريه النهارده؟ والله الحمد لله كانت مستمره وكان عندنا عدد كبير من الضبطيات فتره الليل متنوعه. عندنا ضبط طبعا بعض المسجلين والمطلوبين للقضاء في قضاء عقوبات تم ضبطهم، بعض المواد المخدره تم ضبطها، برضو بعض الحملات ضبطت سيارات محمله بنزين ووقود وسولر، والحمد لله تم اتخاذ الاجراءات القانونيه حيالها. اخر تطورات من ميدان التحرير والطرق المؤديه للميدان يا استاذ راقي؟ لا، مغلق ميدان التحرير، مغلق بالنسبه لحركه المركبات. ويمكن كان في فتره صباحا حوالي الساعه 7 صباحا كان حدث حريق بسيط وبعض المواطنين يعني انزعجوا بشده واخطرونا، واحنا اخطرنا الموجودين الخدمات الموجوده في المنطقه. في ميدان التحرير؟ لا، كان في طرح النيل اللي موجود امام سيمراميس اسفل كوبري قصر النيل، يعني على اسفل كوبري قصر النيل وامام فندق سيمراميس وجنبه غرفه محاولات. والناس اعتقدوا ان تم الحريق في غرفه المحاولات، لكن هو احنا استطلعنا الموضوع كان في بعض الهيش والمخلفات الموجوده على النيل، والحمد لله تم التعامل معها بمعرفه الحمايه المدنيه واخمادها. بالنسبه لسياده العقيد، حملات التوعيه لقائدي المركبات اللي بتقوم بها الاداره العامه للمرور، لو بعت الارشادات اللي حضرتك تقولها لنا بالنسبه لقائدي المركبات سواء لقائد السياره او للمركبه نفسها. والله زي ما عودنا الاخوه المواطنين كل يوم نقول لهم معلومه خاصه بالتوعيه. النهارده نتكلم عن مسافات الامان. شايف مسافات الامان دي من الاجراءات المهمه جدا اللي لازم على قائد المركبه يلتزم بيها. مسافه الامان دي بتديني فرصه بيني وبين السياره اللي امامي لو حصل لها موقف طارئ، حادث، فرمله فجائيه ما اصطدمش بيها. مسافة الأمان دي مش صغيرة، مسافة الأمان دي كبيرة. وبتبقى قد إيه يا فندم؟ أنا هقول لحضرتك، هي بتزيد مع زيادة السرعة، فما نقدرش نقول إن هي مسافة محددة، ولكن هي اسمها 3 سكند جولدن رول، يعني الثلاث ثواني الذهبية، إن أنا بسيب بيني وبين السيارة مسافة زمنية مقدارها ثلاث ثواني. أحسبهم إزاي؟ لو السيارة اللي أمامي مرت على أي حاجز وليكن عمود إنارة، ببدا اعد 1001 1002 1003، لو وصلت الى هذا العمود قبل ما استكمل العد فانا على مقربه فبزودها. لو بدات اجرب هذا مره واثنين فبعرف تقدير مسافه الامان بتبقى قد ايه، وهي مسافه بتبقى كبيره بتوصل ل 40 و50 متر لو انا ماشي على سرعه 100 كيلو، فعشان كده هي مرتبطه بالسرعه. انا بناشد كل قائدي المركبات خلي بالك من مسافه الامان، ابدا جربها، مش صعبه اطلاقا، انت لو جربتها مره واثنين عشان تعرف مسافه الامان دي قد ايه. لو انا واقف لازم ايضا اسيب مسافه امان على الاقل، ان انا بشايف اطارات السيارة اللي أمامي على الأقل تبقى في حدود 3 متر. المسافة دي بتديني فرصة أن أنا أعمل مناورة بالسيارة، أتجاوز السيارة، أتوقف بالسيارة، فمهمة جدا، ودي هتبعدنا عن جزء كبير جدا من الحوادث المتسلسلة اللي بيكون أطرافها عدد كبير من السيارات نتيجة عدم ترك مسافات أمان. نشكر حضرتك جدا سيادة العقيد. أنا بشكرك وبشكر السادة المشاهدين، وإن شاء الله تبقى الطرق أمنة إن شاء الله. هكذا مشاهدينا الكرام تعرفنا من عقيد دكتور أيمن الضبع من الإدارة العامة للمرور عن الحالة المرورية في الشوارع والطرق الرئيسية لشوارع القاهرة الكبرى. يعني فاصل قصير وننتقل لموجز لأهم الأخبار. دينا، يعني من بين الأخبار المتوقعة كما تابعنا دينا في بداية هذه الفقرة كانت موضوع هدايا الأهرام ونظر القضاء لهذه المسألة. يعني
الهدايا الأهرام بدأت بتوجيه اتهامات لشخصيات متعددة ومختلفة. أغلب الشخصيات الذين تم توجيه الاتهام لهم بأنهم تلقوا هدايا من الأهرام قاموا بردها. فاليوم من المنتظر أن تنظر محكمة القضاء الإداري الدعوة التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية. أيضا هذا من بين أخبار القضاء اليوم المتوقعة بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود. أيضا من أخبار القضاء اليوم سيدلي وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية السابق منصور العسوي بشهادتهما في القضية المعروفة إعلاميا بفرم مستندات أمن الدولة. وكما أوضحنا أن اليوم سيستمع القاضي المنتدب من وزارة العدل لأقوال مدير الإنتاج السابق بمؤسسة الأهرام حول قضية فساد الأهرام الكبرى. لمزيد من التفاصيل حول هذه القضايا أو بعض هذه القضايا معي الصحفي سيد جمال. سيد، يعني دعنا نبدأ مع قضية فساد الأهرام الكبرى. نعم، بالطبع أنا الموظف بجريدة الأهرام سعد الحلواني كان قد تقدم عدة بلاغات في الآونة الأخيرة بشأن قيام بعض المسؤولين المترقبين حاليا في جريدة الأهرام والصادقين أيضا يتهمهم بارتكاب مخالفات مالية كبيرة، منها حسن حمدي اللي هو المسؤول الأساسي في جريدة الأهرام بأنه اتهم بالحصول على 70 مليون جنيه من الأهرام بدون ولي حق، بالإضافة إلى اتهامه لإبراهيم ناسا أيضا بالحصول على ملايين الجنيهات أثناء توليه مسؤوليته رئيس الأهرام بدون وجه حق. هذه بالإضافة إلى القضايا التي تحققها الآن من مئات الأموال العامة والخاصة برموز النظام السابق الذي قام بدفع غرامات. سيد، إلى أين وقف يعني إلى أين وصل موقف رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق إبراهيم نافع والكابتن حسن حمدي في هذه القضية؟ حتى بالنسبة لإبراهيم نافع هناك أمر ضغط قضائي بضبط وإحضار وتسليمه إلى مصر حيث أنه خارج البلاد. أما بالنسبة لحسن حمدي حتى الآن لم يتم التحقيق معه في قضايا هدايا الأهرام، ولكن هذا البحث سوف يبدأ التحقيق فيه اليوم نيابة الأموال العامة والمنتظر أن يتم استدعاءه. نعم، طيب ماذا عن القضية المنظورة أمام القضاء الإداري بحل أو بوقف جماعة الإخوان المسلمين؟ نعم، هذه القضية مرفوعة ستة دعاوى مرفوعة من عدد من المحامين يطالبون فيها بحل جماعة الإخوان المسلمين باعتبار أنها تمارس عملها من 2002 طبقا لقانون الجمعيات الأهلية، ولكنها لم توفق أوضاعها وأنها تمارس العمل السياسي، وطالبوا بأن تقنن أوضاعها وفي حالة التزام وفقا للقانون فإنه يتم حل الجمعية. نعم، طيب قضية فرم مستندات أمن الدولة، من المتوقع أو من المعلن أن يدلي الفريق أول وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي اليوم بشهادته أمام المحكمة. هل تأكد أن وزير الدفاع سيحضر بنفسه؟ في الحقيقة المحكمة طلبته عدة مرات ولكنه في الجلسة السابقة لم يحضر وحضر معزوم عنه وقدم اعتذارا نزلا انشغاله في الأوضاع الرهينة، وأيضا من المنتظر أن يحضر اليوم اللواء منصور العسوي وزير الداخلية السابق. لكن ليس من المؤكد حضور وزير الدفاع هذه المرة أيضا، يعني يكاد يكون هذا خاصة وانشغاله في عدة أشياء. يعني طب سيد، الطبيعي يعني أن يتغيب شاهد أكثر من مرة أو يقدم اعتذارات، ما رد فعل المتوقع من المحكمة لو تكرر الأمر؟ في الحقيقة في الجلسة السابقة المحكمة يعني أصرت على يعني لم تصر على استدعائه لحضور شخص آخر، ولكن دفاع المدعين بالحق المدني هو الذي يصر على سماع شهادة الفريق أول السيسي. نعم، شكرا جزيلا
لسيد جمال، حيث أطلعنا على بعض أهم ما ستنظره محاكم مصر اليوم، وكثيرة جدا هي القضايا التي باتت تنظرها محاكم مصر وتكررت وتشابهت أيضا. لكن دعونا مشاهدينا الكرام نذكر حضراتكم ببعض الأخبار المهمة التي وردت أثناء هذه الساعة من جولتنا الإخبارية. تابعنا مع زميلنا سالم المحروقي في بورسعيد الحضور الدراسي، حيث حضرت تلميذتان مثلا في أحد الفصول بإحدى المدارس. أيضا في بورسعيد من أصل أكثر من 1600 تلميذ مقيدين بإحدى المدارس، حضر 5 تلاميذ فقط لا غير. ربما بعض الأهالي لا يعرفون أن الدراسة استؤنفت، نحن نعلن هنا في الجزيرة أن الدراسة بدأت. ربما بعض الأهالي ما زالوا قلقين من الوضع الأمني، كما تابعنا ورأينا مدير المدرسة يؤكد أن الوضع آمن وأن المدرسة مسؤولية تامة عن تأمين أبناء بورسعيد الموجودين داخل المدرسة. وتعجب الرجل كيف يذهب التلاميذ إلى الدروس الخصوصية وهم آمنون، ثم يقلق آباؤهم إذا ما ذهبوا إلى المدارس. من الأخبار المهمة أيضا التي حصلنا عليها خلال هذه الساعة ما أكده الدكتور علي قطب الخبير خبير الأرصاد الجوية، أن اليوم درجات الحرارة مرتفعة والجو مرشح لأن يكون مثارا بالرمال والأتربة، لكن حذاري حذاري، فلن يستمر الوضع هكذا ولن تستمر الحرارة في الارتفاع. يوم السبت والأحد القادمين سوف تنخفض الحرارة 15 درجة مئوية مرة واحدة.